لا السنة ضعيفة كلش، إقبال لا يوجد. زين، سبب قوة العمل واقف بصورة عامة. زين، والحلال غالي والعلف غالي بسبب الجفاف وأمطار ماكو، عرفت شلون ولا؟ ودعم من وزارة الزراعة ما موجود. وين اكو ربيع؟ غير اكو ربيع حتى الحلال يتوفر إذا هو مي ماكو، لا أمطار، لا شطوط جافة، زراعة ماكو. زين، والعلف طن الشعير ب 900,000، طن الطحين ب 500,000، عرفت شلون؟ لا موجود، اي نفسه معامل موجوده. يجي يقول لك نشر لك طليله خلي منها للضحايا، بس ممكن مثل كل سنه. العام قويه، اوت العام قويه، بس السنه الاقبال ضعيف كلش. والله يا عم الاضاحي السنه ماكو اضاحي. اذا جابوا لنا الامراض هاي النزفيه وما ادري شو بعد، من يشتري له طلي؟ هو راح مع ابوك والطلي بخمس ورقات باربع ورقات، من يشتريه؟ احنا ناس قاعدين هيك عطاله بطاله، شكو عندنا؟ هاي شوف هسه هالقاعد لو يبيع له طلي يوميا، لو ماكو عود مجبرين ننتظر ضحايا بلكي تنبيع لنا. ماكو عمي، هذا يوميا طايحيننا بهالدعايات، هذا نزفيه وهاي حمى، وهذا ان الدجاجات يذبونهن سم ما ادري شنو يموتونهن، والسمكات موتن، وهذا الفلاح هجر هاجر من الريف اجى للمدينه، ماكو لا ماي لا شيء، بيش يعيش؟ عندنا عجات باعاهن وجا خلى ولده يبيعون علاليق بالسوق. اكو غير هيك شلون ما اثرت اصلا؟ ولا حد يشتري له طلي من عندنا، ما كل شيء قاعدين وساكتين، لا عمل ولا شغل. سعود هذا عيد ضحايا تشوفنا مجورين كل شيء ماكو. زين هو هذا الكيلو مال الشعير ب 1000 دينار، بعد هو الفلاح يجني حلال يجني غنم بعد؟ ما يجني عمي، شو يجني شي يعيشه يعيش روحه. بالنسبه على الحلال يا اخي جبتها على السعر، تقول السعر غالي، احنا ما نغلي السعر. قبل السنه ذيك اللي فاتت ناخذ الزوج ب 340 من ورا العلف، هسه الزوج ب 520. زين احنا عندنا معاميل، شلون نزود السعر على معاميلنا ويشوفونه غالي؟ بس هو الشعير ب 300 هسه صار ب 900، يعني علف ماكو اخي. احنا ما نزود السعر، احنا نكيف نحصلنا 5000 بطلي تكرم ونبيعه. بالنسبه للمواشي، شغله المواشي تعبانه، طن الشعير ب 900,000، كل سنه دعمون الفلاح ب 250 200، هسه دعم ماكو، حتى الحلال صعد، غالي الحلال، والله غالي السنه. اي والله كل سنه مناسبه بيها مجال 50,000، كل سنه صعدت ل 50,000 حتى 75. اي والله بن عم، هاي مال الحمى وهاي السوالف من ورا هاي مال الحمى وهاي، احنا بنص الحلال بالنسبه لنا، احنا بياع شراء بنص الحلال وهاي. وهسه هذا الحلال يعني زحمه، يجيك مشترى هاي شو تقول له ب 350 ب 450، وهذا الشعير مسوينا يعني كان بربع حسب 1000 دينار، وهاي مال الحمى كلها دعايه بدعايه، الله وكيلك بانه بس يصعدون مال لحم مال الدجاج وهاي السوالف، وهاي الحما احنا بنص الحلال لا حما ولا هاي السوالف. والله مو شيء ها مال موسم العيد، لان هو من ورا هاي مال الحما وهاي السوالف. ايه فاحنا بنص الحلال يعني لا اكو حما ولا اكو مرض ولا كله كلاوات بكلاوات على مود هاي اللحم المجمد وهاي السوالف يريدوا يمشونه. ومال الشعير هاي يعني كان كيلو بربع دينار هسه سوى ب 1000 دينار، الله يقبلها. يعني واحد هسه عنده 100 طلي يوم جايب 100,000 ذبلن علف، يعني ما صار هاي من ورا هاي مال امراض مال لحوم وهاي السوالف. يقولون حمى، اي لا حمى ولا كيفك محمد، يوم ناكل لنا طلي بين يوم ويوم نذبح لنا طلي، لا حمى ولا هاي السوالف، صعدوا العلف. يعني هذا وين نروح؟ والله هو الاول مره اليوم اجينا، احنا اجينا تقريبا ثلاث ايام، اللي شفناه ب 350 اليوم يتعاملون ويانا ب 565 و560، اللي افتريناهم وتشوفهم ذولا هل قدامك ما شاء الله الاسعار مرتفعه، مثل ما كان ب 300 هسه باعتبار 350، 550 هذا شويه اكبر من هذا. الدين شفت هذا اللي اشتريناه، هذا هسه اجى الولد جابه منا من العرب اشوى، لو باقي هسه انا اخذته منه 290 هذا تشوفه، لو باقي واصل هنا للجماعه لا ربما يكون يسمونه ب 350 او 380. اي هذا اللي موجود. نعم هو هسه انت لو شوف سبحان الله هالشعب العراقي، قلت لك انا بس ينتظرون الفرص، حتى بعاشور كذلك، حتى بالاعياد هم ليش هسه تشوفهم ما شاء الله مكيفين للايام هاي.
الاسعار تشوف انت مثل ما هسه تعامل علي البارحه، احنا قلت لك نعامل علي ب 300، اليوم هسه جاي يسمونه ب 460.